الخوارق الشيطانية. فرق بين الكرامة وبين الخوارق الشيطانية التي تجري على أيدي السحرة والكهان والشياطين، يجري عليهم خوارق، لكن لا يقال إنها كرامات، يقال إنها خوارق شيطانية، كالطيران في الهواء وأكل الجمر والمشي في النار والمشي على الماء، هذه خوارق شيطانية، لأن الشياطين تحملهم، لأن الشياطين تحملهم وتطير بهم. وأيضا هم كذبة، لا يأكلون الجمر ولا يمشون في النار، وإنما يسحرون أعين الناس، يظهر للناس أنهم يأكلون النار وأنهم يطعنون أنفسهم بالسكاكين، وهو كذب، إنما يسحرون أعين الناس، كالذين في عهد فرعون، قال الله جل وعلا: سحروا أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا السحر التخييلي، سحر التخييل، وهو المسمى بالقمرة، فيتعاطون ذلك ويقول الجهال هذه كرامات، وهي ليست كرامات، هذه خوارق شيطانية. نعم. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور. مكاشفة، وهي المكاشفة هي أن يرى شيئا لا يراه الناس، يرى شيئا لا يراه الناس، لأنه يتعامل مع الشياطين، والشياطين تخبره بأشياء لا يعلمها الناس، أو يرى شيئا ما يراه الناس بسبب عمل الشيطان معه. أن سبق لنا أن ولي الله الذي ذكره الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ولي الله المؤمن التقي. أما الفاجر والفاسق والكافر ليس وليا لله، فننظر في عمله. إذا قالوا إن هذا ولي، نظرنا في عمله، ما ننظر إلى الخوارق اللي معه، ننظر إلى عمله، هل هو مستقيم على شرع الله وعلى طاعة الله ويتقي الله، هذا ولي، وما يجري على يده كرامة من الله سبحانه وتعالى. أما إن كان كافرا وفاجرا وفاسقا وتاركا لفرائض الله ومرتكبا للزنا واللواط والفجور، فنقول هذا ليس وليا لله، وإن كان معه خوارق، نقول هذه خوارق شيطانية ليست كرامات من الله عز وجل. فالشياطين تتعامل معهم، تطير بهم في الهواء، تقطع بهم المسافات البعيدة، تشيلهم على الماء ولا يغاصون في الماء، يشيلهم عن النار ولا يقعون في النار إذا مشوا، لكن تظاهر للناس هذه الأمور، أي أمور لا يغتر بها، تؤخذ على علاتها وعلى ظاهرها، حتى يكون مستقيما على طاعة الله. إذا كان مستقيما على طاعة الله، فما جرى عليه من الخوارق كرامات من الله عز وجل، مثل ما حصل لأصحاب الكهف، مثل ما حصل لمريم، مثل ما حصل للخضر على القول بأنه ولي وليس نبي، ما حصل الخوارق التي حصلت للخضر صاحب موسى عليه السلام، هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى. نعم. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت. يكون يستعين بالشيطان، والشيطان يخنق هذا الذي أشار إليه فيموت. أنتم ما تشوفون الشيطان وأعماله، يقولون هذا ولي قتل هذا الشخص. نعم. أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها. واللي يطيرونه الشياطين، يشيلونه الشياطين ويطيرونه، لأن الشياطين تطير في الجو، تحمله معها، إذا عبدها وأطاعها وعصى الله وكفر بالله فإنهم يخدمونه. وذكر هذا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ثم قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يسلط الله الشياطين على هؤلاء لإضلالهم وإضلال غيرهم بهم أيضا. نعم. أو يمشي على الماء أحيانا. وهو ما يمشي على الماء حقيقة، وإنما الشياطين تمشي به، أو يخيل للناس أنه يمشي وهو ليس كذلك، وجالس في مكان على الأرض ويوري الناس، أو واقف ويوري الناس أنه يمشي على الماء، يخيل على أعينهم. نعم. أو يملأ إبريقا من الهواء. يجيب إبريق فارة ويحطه في الهواء ويمتلي ماء. الشياطين تملاه ماء، شياطين تجيب الماء وتصبه فيه وأنتم ما تشوفونه. نعم. أو ينفق بعض الأوقات من الغيب. نعم. أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس. ينفق بعض الأوقات. نعم. من الغيب. أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس. ينطق ايش من الغيب؟ ينطق من الغيب يعني يخبر عن اشياء من الغيب، يمكن هذا هو المعنى. ينطق في بعض الاحيان من في بعض الاوقات من الغيب، يعني يخبر عن اشياء من الغيب في بعض الاوقات. يجي فلان ويبي يروح فلان وفلان مات، يخبرهم عن اشياء غائبة عنهم، يعني الشياطين تخبره بذلك. نعم. أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس. هو معهم ثم يدرون له مختفي، ما يدرون وين راح، شياطين شالكة أو غطته عن أعين الناس ويقولون هذا ولي. نعم. أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته. هذا كما سبق أن من يستغيثون بالأموات أو بالغائبين يتخيل الشيطان لهم في صورة الميت أو في صورة الغائب، الشيطان يتشكل في صور، فإذا نادوا الميت أو الغائب تشكل الشيطان في صورته وأجابهم، حضر وأجابهم، جاب لهم اللي هم يريدون ويقولون هذا هو الميت أو الغائب، وهو الشيطان، الشيطان يتصور لهم. نعم. أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال إيه غائب. نعم، هذه مصيبة، إن يروحون للكهنة إذا ضاع لهم شيء يسألونهم ويخبرونهم وين أموالهم عنده ومن اللي سرقهم ومن اللي، ويقولون هذا ولي من أولياء الله وهو ولي من أولياء الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يخبره عن الأشياء الغائبة والمسروقات. نعم. أو يحضر الشيء البعيد يجيبه بسرعة. نعم. أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. إيه نعم، ما حاجة إلى أن تتكلم بالجوال أو بالتلفون أو ويخبرهم وهم جابين الشيطان. إيه نعم، يقول لهم فلان كذا وهو الآن مريض وهو الآن صحيح وهو الآن يمشي، يخبرهم. نعم. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي. انتبه. وليس في هذه الأمور، انتبه، ما في هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي، حتى يكون مستقيما على طاعة الله. نعم. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء. انتبهوا، هذه فائدة عظيمة. نعم. بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفارق، فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفارق هو اتباع الكتاب والسنة، فإذا كان مؤمنا متبعا للكتاب والسنة فما معه من الخوارق كرامات أجراها الله على يده، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فما معه من الخوارق شيطانية، خوارق شيطانية ليست كرامات من الله سبحانه وتعالى. نعم. لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه.
نعم هذا هو العلامة. نعم ما هي بالعلامة كون نوع الخوارق؟ العلامة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور. نعم الله يجري على أيدي أوليائه بعض الكرامات العظيمة التي لا تخطر ببال، لكنهم لا يغترون بها ويتكبرون بها ويدعون الناس إلى تعظيمهم، بل يتواضعون. ولي الله ما تزيده الكرامات إلا تواضعا لله، وأيضا يحرص على إخفائها وأن الناس لا يرونها. نعم لأنه يخاف الله عز وجل. نعم. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله. الكرامات وحدها لا تدل، لأن صاحبها إما يكون وليا لله إن كان مستقيما على طاعتها، ويكون عدوا لله إن كان عاصيا لله مخالفا لأمره. نعم. فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين. نعم الآن الكفرة والملاحدة عندهم أشياء غريبة، عندهم أشياء غريبة لكنها من الشيطان وليست من الرحمن. نعم. وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. كلها من الشياطين وليست هي كرامات من الله سبحانه وتعالى. الله سلط عليهم الشياطين، لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فتظهر هذه الأشياء على أيديهم للغرور والعياذ بالله والتضليل. وكل شيء فهو بقضاء الله وقدره، لكنه لا يجري إلا لحكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله. نعم. بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة. بل يعتبر ولي الله بأعماله وأفعاله ومتابعته للكتاب والسنة، يعتبر بهذه الأمور لا بالكرامات لا بالخوارق فقط، لا بالخوارق فقط، وإنما يعتبر بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال اللي تجري على أيديهم خوارق، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. أولياء الله يعرفون بسيماهم، النور على وجوههم والاستقامة على أفعالهم وأقوالهم والطمأنينة والأنس بذكر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أولياء الله. أما أولياء الشيطان إذا ذكرت الله انقبلوا، لأن الشياطين اللي معهم يحرقها ذكر الله عز وجل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص هذه الأمور المذكورة، الخوارق، المشي على الماء، المشي على النار وما أشبه ذلك، هذه توجد مع أولياء الشيطان بكثرة، وهم ليسوا أولياء لله عز وجل. نعم. قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة. أي يقولون هذا ولي لأنه ما عليه تكاليف، ما عليه تكاليف، التكاليف على العوام، إلا هذا من الخواص، على ولي من خاصة الخاصة، ليس عليه وسقطت عنه التكاليف. نعم. بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب. نعم
هؤلاء علاماتهم ظاهرة أنهم لا يتورعون عن الحرام والفواحش وترك الفرائض، ولا يتطهرون من النجاسات، ولا يتجنبون الكلاب التي هي من أخس الحيوانات، لا يتجنبونها بل يعاشرونها ويعيشون معها ويأنسون بها، يأنسون بها، مع أن الرسول نهى عن اقتناء الكلاب إلا للأمور المخصصة كالحراسة، حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو للصيد، ثلاثة أغراض فقط، وما عدا ذلك لا يجوز مصاحبة الكلاب، نعم، لأنها نجسة، نعم. ويكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب، نعم. يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر. طيب، أولياء الله يأوون إلى المساجد، يأوون إلى المساجد، أولياء الشيطان يأوون إلى الحمامات، لأن الحمامات مأوى الشياطين، شياطين تأوي إلى الحمامات، فأولياء الشياطين يأنسون بالحمامات ويجلسون فيها بمراحيض ومحل قضاء الحاجة، لأن الشياطين هذه أمكنتهم، أما أولياء الله أمكنتهم المساجد وبيوت الله عز وجل. هؤلاء ما يتجهون إلى المساجد ولا يريدونها، نعم. يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، قمامين كالناسين اللي يداشرون النجاسات، نعم. رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية، نعم. رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب، نعم. وقال عنه: ولا كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، هذا فيه تجنب الحدث الأكبر، لأنه نجاسة معنوية. ولا كلب، لأن الكلب نجس العين، نعم. وهؤلاء لا يتطهرون من الجنابة، ولا يتوضؤون من الحدث، ولا يغسلون النجاسة إذا أصابت أبدانهم أو ثيابهم، بل يعتبرون هذا من التواضع ومن التقرب إلى الله عز وجل، يعتبرونه عبادة، نعم. لأن الشياطين تحب القاذورات، تحب النجاسات، تحب الحشوش، فهو من أولياء الشياطين يألف هذه الأشياء، نعم. وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة، أن يحضرها الشيطان. حشوش محل قضاء الحاج، جمع حش، نعم. الشيطان هي مأواه، كذلك ولي الشيطان يميل إليها ويجلس فيها، نعم. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الرائحة الطيبة وعلى الطيب، حتى إنه نهى من أكل الثوم والبصل وما فيه رائحة كريهة أنه يقرب المسجد، هم يتقربون إلى الله بالروائح الخبيثة، نعم. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. خبيثتين يعني الرديئتين، لأن الخبيث يطلق ويراد به الشيء الردي، ويطلق ويراد به النجس والحرام، نعم. من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، نعم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، نعم. إن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال والروائح إلا الشيء الطيب، خلاف الشياطين فإنها خبيثة ولا تقبل إلا الخبائث، نعم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث، نعم. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة، نعم، جميل يحب الجمال، الله جل وعلا نظيف وجميل وطيب، خلاف الشياطين فإنها خبيثة ونجسة ووسخة،
نعم. وقال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والحية. نعم. هذه الفواسق تقتل لأذاها لأنها تؤذي، هم يأكلونها يعتبرونها من الطيبات، يأكلون الخنافس والعقارب ويعتبرونها من الطيبات، والزنابير والدبان يأكلونها. نعم. قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. ومعنى فواسق يعني خارجات عن المألوف، لأن الفسق هو الخروج، ولهم ما عنده المعاصي، لكن فواسق بمعنى أنهم خارجات عن المألوف في المخلوقات لأنها تؤذي.